انه الواد الشمس الثانية او بدا يوحي بان مش هيكمل، بدات تصرفات بتقول ان هو مش هيكمل، وبالتالي احنا كنادي الاهلي ما نقدرش ننتظر لما بعد قرار النهائي، خاصة التوقع انه كان في مهد للرحيل. وبالتالي اجتمعنا مع المشرف العام على الكورة كابتن محمود الخطيب، وطلب مننا سرعة التحرك لوضع الحلول البديلة. طبعا تعرفين كلكم يعني ان الوقت ضيق جدا، ايام وتبدأ بطولة افريقيا الدور نصف النهائي، وبالتالي كان لابد من التحرك للحصول على مدرب مناسب لهذه المرحلة.